لما تكون فاشل كثير ما يجوا لعندك يستنقدوك، ولما يحسوا انك نجحت اين انت يا فندم؟ اليوم الجسد بدونك غير. بشرى احمد علي، ايام كان عمري 14 او 15 سنه، كان معنا عرس بعض اهلنا، رحت اليوم واليوم اللي بعده اروح بيتنا يقول لي ابي مبروك انك تزوجتي. فمع الوقت مع الوقت استسلمت، رغم ان كان حلمي كبير. اول حمل كان عمري 15، داخل في 16 سنه ما قدرت اولده، فصبرت وتحملت وحاولت اجمع قوايا الا بحمل ثاني مع اطفالي السته. انا اشتي اعلمهم، اشتي ادخلهم مدارس، اشتي ادخلهم معاهد، اشتي مني حكي كتاب، وهذا جزمة مقطوعة. فالحرب أتت على الأخضر واليابس، زوجي أصبح في البيت، عيالي خرجوا من مدارس خاصة، مشاكل في البيت، مشاكل في الإيجار، لا رواتب، لا ماء، لا كهرباء، لا أي شيء من هذا القبيل. أصبحت أبحث عن حل لأسرتي، ما عانش أي مكان دخل. البيت كان هناك عجز في المواد، في الغذاء، في الكتب، في الملابس. فكنت أقرأ كتب حراسة، معلومات عن حراسة، معلومات النساء، سيدات الأعمال كيف بدأين ولأين انتهين. وكان ذلك دعم من كل مكان، حاولت أن أخذ من النت، من ناس مجربين، من قصص حقيقية، من أبلغتنا منظمة تجرب الناس تدعم المرأة. فأخذت القرض، في نفسيتي كنت مترددة، كان شيء في داخلي يقول لي انت عتفشلي، انت بس حد بتزي وما عتطلعيش، عتنهاري اكثر. وضغطت، قلت يجب ان اكون، يجب ان اثبت للعالم كله I'm here. فاخذت القرض ونزلت انا وبنات البنك، اشتريت الكاشف الالكتروني والكهرباء، جهزت 5 بنات باحدث الاجهزه، حاولت اقنع يمكن أسابيع وأنا أقنع أخوتي من المرأة في البيت كيف لما تكون المرأة لابسة الزي وآخذة أشياء يعني تخص الرجال وموقع للرجال وأحل محل الرجال وأم وربة بيت. إذن هو شيء كبير، لكن سأثبت وجودي وسأقسم وقتي كي لا أعوض أحد عن أحد. كانوا يقولوا لي المشروع فاشل، ما فيش للداعي، عدل هيكي نفسك بالفاضي، خليش في البيت. انا كالاذن صماء، حتى فتحت مكتب القيصر للحراسه الامنيه، والحمد لله نجاح، شخصيا مرتاحه بنجاحي هذا، الحمد لله اصبحت امن لاسرتي، ملبسهم، مشرب، ماكل، حياتهم اصبحت هادئه ولينه. أصبحوا يعيشوا كباقي الأطفال رغم أن الأوضاع صراحة صعبة في اليمن. أروح للبيت وأسرتي تنتظرني بلهفة وشوق، لما نجحت الكل أنتي معزومة، أنتي معزومة. المرأة ضروري تتوظف، المرأة ضروري تأخذ حقوقها كاملة، صحيا، علميا، ثقافيا، إنسانيا.